السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أخواتي الكرام، مرحبا بكم في قناة مطبخ دارين. اليوم إن شاء الله غادي نقدم لكم وصفة رائعة، وهي رغيف اقتصاديين. رغيف معمرين في الفرن أو ملاوي معمرين في الفرن اقتصاديين، وكيجيو هائلين في المذاق، وكيجيو بكمية وفيرة. فعلى بركة الله غادي نحتاجو في المقادير الشعرية الصينية، كما كتلاحظوا فأنا صوبت لها المسخون وقطعت قطع صغيرة. هنا عندي بصلتان متوسطة الحجم مشلضة، عندي هنايا صدر الدجاج مقطع على هذا الشكل، القليل من البقدونس، وملعقة صغيرة من الطماطم المعلبة، وزيت الزيتون، وفي التوابل عندي ملح وفلفل أسود فلفل أحمر والقليل من الكمون. فعلى بركة الله غادي نصوب البصلة، نصوب البقدونس والتوابل، وصدر الدجاج، وغادي نخليهم يتشحروا في نار متوسطة تيقربوا يطيبوا، عاد غادي نزيد عليهم الشعرية الصينية كما غادي تلاحظوا معي. سيداتي، فمن بعد ما خليت البصلة ديالي تشحر مع صدر الدجاج، فأنا غادي نحضر العجين. بحال تنزل لي واحد شوية، عندي هنايا 150 غرام ديال الدقيق الأبيض و 150 غرام ديال الدقيق الأصفر. ممكن تكتفيو بالدقيق الأبيض بوحدو، ممكن ديرو غير شوية ديال القمح، مهم يعني نتوما اللي موجود عندكم في البيت ديالكم. وعندي قليل من الماء، غادي نجمع عفوا قليل من الملح، نجمع الخليط على هذا الشكل هكذا، ونبقى نجمع العجين ديالي، يعني العجين ديال الملاوي ما تجي قاصحة، ما تجي خفيفة. كما كتلاحظوا من بعد ما جمعنا العجين ديالنا، غادي نبقاو ندلكوها على هذا الشكل هذا، تشدوا واحد الجانب من جانب وتبقاو تدلكوا. على هذا الشكل هذا، وغادي نشكل الكويرات ديالي. نجيب زلافه فيها الزيت باش تساعدني على هذا الشكل، وغادي نصوبوهم صغيورين على هذا القياس هذا. يعني هكا قد القياس ديال الطويه ديال السبع صغير مع الكبير، يعني المتوسط مع الكبير. سيداتي، غادي نكمل هكا في نفس الطريقة، تنكمل العجين ديالي كامل، ونعاودو نتلاقاو باش نكملو طريقة التحضير. سيداتي، فمن بعد ما كملت التشكيل ديال الملاوي ديالي، فانا غطيتهم باش ينزلوا واحد شويه، وكما كتلاحظوا البصله ديالي تشحرات، فغادي نضيف عليها الشعريه الصينيه. يعني دائما الشعريه الصينيه ضيفوها حتى الاخير
حيت ديجا كتكون طايبه. كما كتلاحظوا كنمزج الشعريه مع البصل ديالي باكمله. وغادي نغطيها واحد يعني واحد دقيقه وغادي نطفي عليها ونخليها تبرد ونرجعوا باش نكملوا طريقه تحضير الرغيفات ديالنا. سيداتي فمن بعد ما نزلوا الملاوي ديالي كما كتلاحظوا معايا فانا غادي نبدا نورقهم فعلى بركه الله. هنايا عندي الكسعه، هنا عندي التعميره وزيت عفوا والزيتون الاسود للتزيين. فغادي نبقى نطلقهم على شكل مربع على هذه الطريقة هذه. يعني كنورقوهم مزيان غادي نجيب القليل من الحشوة كتجيب واحد الطرف هدا على هذا الشكل هذا كما كتلاحظوا معي كيجيو هائلين. كما كتلاحظوا معايا نزيد معكم حبه اخرى يعني كيجي الشكل ديالو مزوين والمذاق احسن. الصراحه انا كيعجبوني بزاف هادو. الشكل هذا والوسط ديالهم غادي نديرو فيه حبة زيتونة. كما كتلاحظوا معايا فكيجي الشكل ديالهم هائل. فأنا غادي نستمر بنفس الطريقة تنسالي الرغيفات ديالي كاملين عاد نطلق. سيداتي فمن بعد ما ساليت الكميه اللي عندي كامله انا دهنتهم بشويه ديال الزيت اللي تبقات لي اللي فيها شويه ديال التحميره ودابا غادي ندخلهم من الفرن غادي نشعل عليهم من التحت يطيبوا عاد غادي نشعل عليهم من الفوق ونشوفوا الشكل ديالهم النهائي.
سيداتي فكما كتلاحظوا معايا هذا هو الشكل النهائي ديال الرغيفات ديالنا او مليبيات ديالنا معمرين كيجيو مقرمشين كما كتلاحظوا وحائلين وما ميدومينش فنتمنى تجربوهم يعني غادي يجيو لذاذين وما غاديش تشبعوا منهم انا متاكده وفي نفس الوقت يعني اي الكميه اللي درت راه خرجات بزاف يعني هكا غادي تقدوا العائله ديالكم وفي نفس الوقت ممكن انكم يعني تخبعوهم هكا تخليهم حتى يبردوا وديروهم في شي بلاستيكه او في شي طاسه يعني او شي جبانه المهم نتوما والاختيارات ديالكم وديروهم في الكونجيلاتور فاش يجي عندكم شي واحد على غفله او يكون تكون عندكم شي عراضه او ما شابه ذلك ممكن انكم تجبدوهم بكري وترجعوا تسخنوهم مثلا في العشيه فاش تجبدوهم مثلا في الصباح اذا كانت عندكم العراضه في العشيه فكيبقاو غزلان بحال عاد درتيهم داك الساعه فسيداتي كما كتلاحظوا كيفاش كيجي فنتمنى انكم تجربوهم وينالوا الاعجاب ديالكم وتقولوا لي في لي كومونتير كيفاش جاوكم وشكرا بزاف على الدعم ديالكم وعلى لي كومونتير ديالكم صراحه كيشجعوني بزاف باش نعطيكم اكثر ونهايه الوصفه واكيد ما تنساوش انكم تابوناو في لاشين ودعموني بلي لايك ديالكم فنهايه الوصفه دمتم في رعايه الله وحفظه والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.